خطفت النجمة المصرية منى شلبي الأنظار في أول لقطات ظهرت فيها بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي العالمية، وتألقت منى بفستان أسود مميز أثناء حضورها فعاليات مهرجان International Emmy Awards، وذلك بعدما ترشحت للفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة الذي أنتج العام الماضي ويتألف من 10 حلقات، لتصبح بذلك أول ممثلة مصرية عربية تترشح للجائزة. وحصلت على الجائزة هيلي سكيرز التي نافست عليها 3 ممثلات أخريات من بينهن منى شلبي.